إن هذا الاستقبال للأستاذ إسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالحفاوة العارمة سواء من القوى الوطنية والمقاومة الإسلامية والفلسطينية لا يدلل على العلاقة الاستراتيجية التي تجسدت وتطورت ويمثل تقدما على مستوى العلاقة الفلسطينية لقوى المقاومة الفلسطينية والإسلامية، وهذا يدلل على أننا نسير اتجاه تعزيز محور المقاومة لمواجهة حاسمة مع هذا الاحتلال الصهيوني. إن انعقاد مؤتمر الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي في بيروت عاصمة المقاومة يدلل على هذه العلاقة الوطيدة، حيث المقاومة الإسلامية، حيث حزب الله، حيث لبنان الذي احتضن المقاومة والقضية الفلسطينية، وحيث لبنان الذي ما زال على العهد رغم الضغوطات التي تمارس ورغم الألم الذي يمر به لبنان من خلال هذا الحدث الكبير الذي تعرض له في مرفأ بيروت، إلا أن لبنان أثبت اليوم أنه ماض على طريق المقاومة ودعم القضية الفلسطينية. هذا الإجماع من الكل الوطني الفلسطيني على استقبال قائد من قيادات المقاومة ورمز من رموز المقاومة الأستاذ إسماعيل هنيه مع اختلاف الانتماءات والأطياف السياسية يدلل على أن شعبنا الفلسطيني لا يؤمن إلا بخيار المقاومة، وأن كل من راهن على خيار أوسلو قد ولى، وأن المستقبل لهذه المقاومة بل إن هذه الأطياف السياسية والحزبية والطائفية التي تستقبل الأستاذ إسماعيل هنيه سواء من اللبنانيين أو الفلسطينيين يدلل على أن الخيار الأول والأوحد هو للمقاومة. طيب سيد إسماعيل رضوان، سوف أتحدث معك عن البعد الاستراتيجي لهذا الزيارة لناحية المقاومة ومحور المقاومة، ولكن فيما خص البيت الداخلي الفلسطيني، هذه الزيارة وهذه الحفاوة التي نراها اليوم في مخيم عين الحلوي وحضور الفصائل بكل أطيافه والحضور الشعبي، على ماذا يدلل؟ على أي مرحلة يؤشر؟ نعم، لا شك أن هذه الحفاوة وهذا الاستقبال في عين الحلوة كما هو في المقيمات الأخرى. صحيح. التي ولكن عين الحلوة له خصوصيتها وله رمزيتها أيضا. نعم، عين الحلوة الذي يمثل هذا أكبر تجمع فلسطيني للاجئين ويمثل عنوان لحق العودة، وهذه الحفاوة تدلل على أن هذه العلاقة التي تجسدت على أرض لبنان وخاصة من الفلسطينيين بكافة الانتماءات السياسية جاءت الترجمة العملية لأول لقاء بعد مؤتمر الأمناء العامين في عين الحلوة ليؤكد شعبنا الفلسطيني على التفافه حول الوحدة الوطنية، وأننا بدأنا نلمس أول خطوة من خطوات هذا المؤتمر اللي علق عليه شعبنا الفلسطيني الآمال، وهي الوحدة الوطنية واستعادة هذه الوحدة على أساس الثوابت وخيار المقاومة، المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة. هذا يدلل على أن شعبنا يتوق إلى هذه الوحدة وأنه يجسد هذه الوحدة وأنه سار اتجاه منحى جديد بتعبيد طريق الوحدة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، لأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الضمان الحقيقي لإفشال صفقة القرن ولإفشال قضايا الضم وسرقة الأراضي والهرولة والتطميع مع الكيان الصهيوني. كل جماهير شعبنا الفلسطيني اليوم على اختلاف انتماءاتهم في عين الحلوة يستقبلون الأستاذ إسماعيل هنيه دلالة على منحى جديد قد تجسد على أرض الواقع وانطلق من لبنان لتكون لبنان عاصمة المقاومة حاضنة في القضية الفلسطينية، هي التي شهدت وعبدت وساهمت في تعبيد طريق الوحدة الفلسطينية. اليوم إذ نرى هذا الإجماع وهذا الاستقبال الحافل والحاشد للأستاذ إسماعيل هنيه باختلاف الانتماءات السياسية يدلل كذلك على أننا نسير اتجاه تعزيز الاستراتيجية التي توافق عليها الكل الفلسطيني والتي أكدت على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة بناء وترتيب
منظمة التحرير الفلسطينية وتجسيد لغة المقاومة، بمعنى آخر تحدي يعني التي تم الحديث عنها عن تشكيل جبهة للمقاومة، جبهة موحدة للمقاومة الوطنية. سيد إسماعيل، يعني إلى أي حد يمكن وضع هذا الصورة اليوم، وهي صورة ليست يعني على مستوى القيادات أو على مستوى القوى السياسية، وإنما يعني نعود ونقول بأنها صورة على مستوى الفصائل الفلسطينية يعني بكاملها، صورة على مستوى أيضا الشعب الفلسطيني، يعني هي صورة جامعة. إلى أي حد يمكن وضع هذه الصورة بمقابل صورة التطبيع التي نراها، وهي على يعني التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، وهي يعني كما رأيناها على مستوى اتفاق يعني يأخذ منحى إعلامي أكثر من ما أنه يأخذ منحى امتداد شعبي؟ يعني هذه الصورة بالاستقبال الحاشد لكل فصائل المقاومة وكل فصائل الفلسطينية للأستاذ إسماعيل هنية في مخيم الحلوة هو الرد الحقيقي على تلك الصورة الكرتونية التي خرج فيها أمراء وحكام الإمارات للتطبيع مع الكيان الصهيوني. هذه الصورة ترد على أولئك بأن الكل الوطني الفلسطيني وكل جماهير الأمة إنما هي تلفظ المطبعين وتتبرأ من المطبعين، وتؤكد على أن المستقبل هو للمقاومة، وأن المستقبل لمن تمسك بفلسطين وبالمقاومة، وأن الخزي والعار لكل من تخلى عن فلسطين وهرب وطبع مع الكيان الصهيوني.